الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما سريع الحساب. حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أصبر. ها يلا يا أحمد ارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لها. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، وإن لك تحيا كيف كان الدرس الأسبوعي في تفسير القرآن الكريم قد اللغة كيف حقا مقاعدين اللغة المحلية يعني اللغة السونية. هنا الله دقا وغني لأن كتين قد يكورو نفا بيقا يونا كتا أكيد. الله قال كيف يقول لك سبحانه وتعالى فإذا خلق كانوا تهيدوا بقولوا حقير منا إذا أعرف هل ما نكونوا قد فذكروا الله حان الله تغنكو حان الله تغنكو كذكركم آباءكم وحقا حابر تغنكو ومغم بقاني هذا الجاهلية ما كنا فيه أواسد ذكرى ما نقول كين يمقى قد فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا aw gilu soronga ko be ngati Allah anganna duna fi sireng kinwa dirke bana ko o ma garo fil akhir bil khala gam ni na kun dang Allah man san ko dagil takke ko be gara gilu diga duna khibare bana ko angana ni kebe de berna haklante kebe ni ma be ga du ke ni ma be ga du me na kan gilla bara annan kaw ke nya gana dina ni ma kebe haragana limo waqt zaman ni
أتو منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا تسرى وفي الآخرة لغمان سنكور دنقا حسنا تسرى وخينا عذاب النار أنقر نورتنقا ينبين ينقل قطع أتو أولئك لهم نصيب مما كسبوا كون مرده فلا جن كن يرغي لغير كيبه قولي والله سريع الحساب الله قرسي أجنجني كني الله سبحانه وتعالى أتيابر الله سبحانه وتعالى بذكر الله أي الإكثار منه برام بمناسك نرانيمي وقوله كذكر آباءه اختلفوا في معنى وما معنى هذا الكلام اختلف كذكر آباءه فقال ابن جرير الدمري أن أتاه هو كقوله شبيه أبي أمي قول منين تكون إما إفابة يعني قول منين تكون دائما فخان الله في قواري كم كم هو خان الله في قواري سرير سرير دار هنا دكتا مناسك خان الله في قواري هنا وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وروي عن ابن جرير الطبري هنا وكذا ابن عباس ذهب وقال السعيد بن جبير من هو السعيد بن جبير يا با يا ساغو سعير بن جبير تابع الجليل توانا غرغر حجاج بن يوسف الثقفي اركنيا كان ولكن سرق بك رجل الظالم لكن اغني كسير بن جبير كان في سجل يغنى سكرتار كما انا عايقو اغنى تاغنى عايقو قل لي حجاج كركن كان انا سرق أنا أقول كوني أكثر توهو سعيد بن جبير. نعم. كني أنا ابن عباس ابن عباس هو ابن عم النبي عبد الله ابن عباس. رضي الله عنهما. العباس بينا. يسودي. أنا ابن عباس كان أهل الجاهلية. جاهل كان كونا في. يخيفون. يقاسك في المسجد فيقولون الرجل منهم. كان أبي إفابي أغاكي غاندين أغاكي برني أغاكي برني أغاكي برني بارو كورو الله غاكي آيان خاندي أينام كان الله سينكم ينياكو كي بيغام غدو حرا حسابين سينكم أينام أغاكي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أو قل سرنغو نيغاتنا الله غاندنا كي دونا لا حرفون كودانا آتي أيب من النصيب ولا حظ تقن كلا فوقن كلا كورك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقن كلا لنغنى دون آخرا كلا أنغنى لها نغنى قصيصك أنفس دوان ينسو دوان دفع أنفس دوان ينسو اللعنى دون آخرا دو لا هر آخرا سوسكنا وفقكم الله والله سبحانه وتعالى يغنى غنوا ده صور يرتواغ من فند تواغ بيغو فوتو كاتي الجنه ثم كي كتابي بغي حمرا كتابي تجويد كتابي تفاكه سري ده غنى تيمان ده ام موين ده تسرو اناري مكتب انه هو محمد ادو ده سلو اتونا شعرا كده اكون بيغا يرفس اي واحد كان يفاي مستوى صار في مثلا كي كتابي غنى غنى تيمان سو بوغران شعرا كده كيف كده غنى يا هذا المرسلة عندما قرأ نينا نتكاجه فوائد